200 لشخص. سيد أفندي صايم وما شاء الله عليه، من أول رمضان ملتزم بأوقات الصلاة، يدن أذان الفجر الله أكبر الله أكبر، قبل ما يخلص الله أكبر الثانية سيد يكون خلص صلاة الفجر. امبارح فوزية سمعت الأذان في الراديو لسه بتقول لسيد إن الظهر إدن، وقبل ما المؤذن يتشاهد سيد كان بيقول السلام عليكم ورحمة الله، لدرجة إنه في صلاة العصر كان بيتفرج على ماتش الأهلي والمقاولين، الحكم صفر كورنر للمقاولين، سيد خلص صلاة وجري رجع قدام التلفزيون لحق حارس مرمى الأهلي وهو بيمسك رفعة الكورنر في الهواء، يقول لفوزية هقوم أخطف المغرب، يخطف العشاء ويقول الحمد لله خلصت من العشاء بدري بدري. يا سيد انت كده مش بتصلي، ممكن تكون بتلعب يوجا او شقلبصات، يمكن تكون بتقول طلاسم او الغاز، لكن اللي بتقوله ده له قرآن ولا تسبيح. يا سيد انت بتقرا الفاتحة وسورة الاخلاص في شهيق وزافرين، لدرجة ان ميدو ابنك فضل لحد تانية ابتدائي فاكر اننا في السجود بنقول صو 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 من كتر ما بيسمع صربعتك وكلامك مع الشهيق والزفير، ومهما نعدله يقول لا بابا بيقول كده. اللي بتعمله ده يا سيد مش يقوي إيمانك قد ما بيقوي وسطك من الطلوع والنزول، انت بتتشقلب يا سيد. وبعدين من صربعتك مش بتسجد على جبهتك يا محترم، انت بتسجد على قرايتك، على قرايتك من فوق. لا يا سيد لا، الصلاة مئنان وسكينة، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة يا سيد، من غيرها تبطل الصلاة، تبطل يعني أنت ما صليتش، وده اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لراجل ما تمش ركن الاطمئنان في صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عمرك ما تحس بكلمة أرحنا بها يا بلال وأنت متسربع؟ تعرف يا سيد إنك حرامي وبتسرق. أيوة بتسرق، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. يعني في ناس بتسرق ناس وفي ناس بتسرق صلاتها، مش كده ولا إيه؟ مجددا نلتقي مع تامر جمال وكلمتين لشخص.